وقفني كثيرا حينما تحدث وبعد تماما عن اصل القضيه الفلسطينيه. اصل القضيه الفلسطينيه ان هناك احتلال وان هناك قرارات للامم المتحده تعددت كثيرا ولكن لا رادع ولا تفاعل ولا حتى احترام لهذه الشرعيه الدوليه. حينما يرى العالم هذا الموضوع وحينما نسمع العام الماضي تم قتل 151 فلسطيني وتم توثيق ده في مجلس الامن وتم توثيق ده في الامم المتحده ان هناك قتل من المدنيين العزل 151 فلسطيني. طبعا انا اسف ان دول يقتلوا واسف ايضا ان يقتلوا ابناء اسرائيل المدنيين. فلم يتحدث احد عن هذا عن هذه القتلى وانما تمسك بحقوقه انما تحدث عن 38 اللي تحدث عنه. لكن اصل القضيه الفلسطينيه الحقيقه القرارات الشرعيه الدوليه اللي اتقالت ما شفناش اي احترام ليها. وان الاوان الحقيقه ان يعي الجميع وانا اعتقد الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه من ايام بروكسي من اكثر من 20 سنه ونحن نتحدث عن اصل النزاع العربي الاسرائيلي هي القضيه الفلسطينيه. ولن يكون هناك سلام ولا امان ولا تعاون الا بحل هذه القضيه من رمتها. هناك احتلال اي هناك احتلال. هناك ضرر للشعب الفلسطيني وهناك انتهاك لحريته وحرمته واراضيه وممتلكاته. نعم. لكن اين موقف الدوله الذي يتحرك ويقف امام هذه الاجراءات؟ نحن نرى كل يوم مستوطنات جديده. ونرى كل يوم تعدي على حقوق الشعب الفلسطيني الفجه. ولن يكون هناك رادع ولم يتحدث احد. اين حقوق الشعب الفلسطيني امام حقوق الاسرائيليين؟ هل شفنا في يوم من الايام ان من قام باستوطانات وتعدي على حقوق وحرمات الشعب الفلسطيني في اراضيه او بنى على ارض غير ارضه او قتل من المدنيين ما قتل ان هناك محاكمه اسرائيليه ضدهم؟ لم نرى ذلك. لم نرى اي احترام حتى للشرعيه الدوليه. فاذا كان هناك العالم اصبح غابه وانا اشهد وكان هناك الاخ كان موجود ولن انسى هذا اليوم حينما كنا في مؤتمر للسلام في مالطا وتحدث الجميع امام حل القضيه الفلسطينيه وكان هناك وزير فلسطيني موجود ووزير فلسطيني موجود واسرائيلي وفلسطيني موجودين. وتحدث الوزير صاحب العلاقات رحمه الله حينما قال نحن مع حل الدوله ومع حل الدولتين ايهما تفضلون؟ فكان الرد الاسرائيلي لا دوله ولا دولتين. اين نحن الان؟ هذا ما يحدث اليوم. هذا ما يحدث اليوم ويؤجج مشاعر المسلمين ويؤجج مشاعر الاقباط في القدس. القضيه التي تحدثت عليها هي قضيه تمس ارواحنا ووجداننا. القدس جزء منا ولن ننساها ولن نتركها لانها في عقيدتنا وفي ديننا. هي ثالث الحرمين، هي قبله، هي مصر محمد صلى الله عليه وسلم. لن نتركها ولن نتركها للتغير التاريخي لها. ما يحدث اليوم هو بقصد أن يتغير فيها الواقع التاريخي ويتغير مكانها أو تغير أو تهدم. لن يكون ذلك. وأعتقد أنه بيمس مليار و500 مليون من المسلمين. ليس هي قضية إسرائيل وفلسطين موضوع القدس. أنا عايز أقول خلونا نرجع بقى للمشكلة الأساسية. خلونا نرجع إلى وجود حل ويكون هناك ضغط عالمي. الأمم المتحدة يجب أن تتحمل مسؤوليتها. الاتحاد الأوروبي يجب أن تتحمل مسؤوليتها. أن تتحدث أن الجامع هنا هو جامعة العربية. لا، الجامع هنا هو جامع دولي لكنه ارتبط ووافق وتمسك بالمبادئ الشرعية الدولية أن الاحتلال مرفوض، أن عليكم أن تحترموا قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي منذ 67 حتى الآن لم يحترم فيها حتى قرار واحد. الاتحاد الأوروبي قال انسحبوا إلى أراضي 67 والأمم المتحدة قالت انسحبوا إلى أراضي 67 ونحن معكم. مصر وضعت يدها معكم في اتفاقية سلام واحترمتها بالكامل. مصر دولة محترمة. مصر تتمسك بالتزاماتها الدولية وتحترمها. وقد كان وراء الجميع أن مصر احترمت حدودها واحترمت مكانتها وسلمنا جميع أراضينا باتفاقية دولية. الآن نتعاون معكم اقتصاديا طبقا للاتفاقية أيضا. وحينما تتحدث عن الغاز، نعم أنتم تريدون أن تصدروا الغاز إلى أوروبا. ولا تستطيعوا أن تصدروا ولا توجد أنابيب أو توجد مصر تساعدكم في إثالة الغاز حتى تستطيعوا تصديره إلى الدول التي تريدون أن تصدروا إليها. مصر تتعاون معكم وهناك المزيد من فرص التعاون يمكن. وهناك بعض الدول العربية التي فتحت مجالاتها الجوية وفتحت تعاملها معكم. نحن نريد أن نتعاون معكم لكن ارجعوا حقوق الشعب الفلسطيني. تمسكوا معنا
بحقوق تاريخية للشعب الفلسطيني وبحقوق تاريخية للقدس المحتلة، وعاصمة الفلسطينيين هي القدس الشرقية ولن يتنازع عليها أحد. نحن نمد يد العون لإسرائيل لاتفاقية الاتفاقية العربية التي وقعت عليها 22 دولة في مقابل السلام وعودتكم إلى الحدود 67. هذه الاتفاقية يمكن أن تصار مع مرة أخرى، ويمكن أن نتحدث عليها مرة أخرى. نحن لا نريد عداوة ولا نريد المزيد من المشاكل مع إسرائيل، لكن نريد أن نتعاون، نريد أن نبني هذا الإقليم الجديد ليكون قوة اقتصادية وتعاون الدولي المسلم لكل دول العالم. أنتم أججتوا الشعوب، ويعني شف لي أقول ما حدث حتى في أفريقيا الأفريقي حينما رفض حتى إسرائيل كمراقب أنها تحضر اجتماعات. هذا غضب، هذا غضب يبد أن يترجم عندكم، هذا غضب إفريقي كامل. وهناك الغضب، حتى الغضب الموجود بالعربي، وهناك الغضب حتى من الدول الأوروبية. إلى أين نحن ذاهبون؟ لابد أن نقف ونعود إلى طائلة المفاوضات، وأن يكون هناك مؤتمر دولي عالمي للسلام. لابد أن يقف العالم ويعرف هذا، وهنا الدعوة الحقيقية التي يجب أن تبناها البام، أن يدعو إلى مؤتمر دولي للسلام فيه الأمم المتحدة وفيه الربعية الدولية وفيه البام وفيه الاتحاد الأوروبي، ويقول كلنا كلمتنا أمام العالم، وتكون برنامج ملزم لإسرائيل وملزم للفلسطينيين باحترام كل التعهدات الدولية التي نشرت والتي توافقت عليها كل دول العالم من قبل. أنا أرجوكم، هذا الموضوع موضوع ضخم وموضوع هام جدا، ولا يجب أن نتوقف أمامه. هذا موضوع مصير شعوب، بل مصير أمم موجودة في المنطقة كلها.